غداة انسحاب ترامب من الاتفاق النووي قلق أممي ودولي واسع، ومصر تدعو إيران للوفاء بتعهداتها مع وكالة الطاقة الذرية. وزراء إعلام الرباعي العربي يدعون إلى خطة إعلامية لمواجهة التطرف ووضع حد للتدخل في الشأن العربي. وانطلاق عملية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية ضد عناصر داعش في دير الزور. العاشرة صباحا في القاهرة، جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. البداية مع الأزمة النووية الإيرانية، حيث أعلن البرلمان الإيراني عزمه التصويت على مشروع قرار يدعو الحكومة إلى رد متناسب ومتبادل بعد القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي. هذا وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الخمس التي شاركت الولايات المتحدة في إبرام الاتفاق النووي مع إيران، دعاها للوفاء بالتزاماتها، معربا عن قلقه حيال إعلان واشنطن انسحابها من هذا الاتفاق واستئناف العمل بالعقوبات الأمريكية. هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الاتفاق الإيراني قائم، حيث أضاف أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر احترام إيران للاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه يتعين بحث البرنامج للصواريخ الباليستية الإيرانية وقضايا أخرى مع الإبقاء على هذا الاتفاق. وقد لفت وزير الخارجية الفرنسي إلى لقاء مرتقب مع وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيران لبحث تداعيات قرار انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق، فيما رفض وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اعتبار الولايات المتحدة نفسها ما وصفها بشرط اقتصادي للعالم. جاء هذا بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية مع ايران، حيث توالت ردود الفعل الدولية المؤيدة والمعارضة لقرار الرئيس الامريكي. أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني. هكذا حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من الاتفاق النووي الإيراني الذي طالما انتقده قبل وبعد وصوله للبيت الأبيض، واصفا إياه بالاتفاق المعيب ومكيل الاتهامات لإيران بدعم الإرهاب والسعي لامتلاك السلاح النووي وزيادة ترساناتها الصاروخية. قرار ترامب الذي حاولت أوروبا ثناءه عن اتخاذه خلال الفترة الماضية متمسكة بالاتفاق الذي وقع في عام 2015، خرجت بعد صدوره مباشرة البيانات من العواصم الأوروبية المختلفة تأسف إزاء القرار الأمريكي، محذرة من أن نظام حظر الانتشار النووي على المحك، وأعلن الاتحاد الأوروبي عزمه الحفاظ على الاتفاق. إن الاتفاق النووي مع إيران هو تتويج لاثنتي عشرة سنة من الدبلوماسية، إنه ينتمي إلى المجتمع الدولي بأكمله، فالاتفاق يضمن عدم قيام إيران بتطوير أسلحة نووية، والاتحاد الأوروبي مصمم على الحفاظ عليه. يعني وفي مؤتمر صحفي من طهران جاء الرد الإيراني على القرار الأمريكي حول الاتفاق النووي بتأكيد الرئيس حسن روحاني التزام بلاده بالاتفاق النووي إذا رغبت الدول الموقعة على البيان دون واشنطن، أما إذا لم ترغب فإن بلاده ستعلن قرارها حول الاتفاق حماية لمصالحها. أعطيت أوامري لوزارة الخارجية بالتفاوض مع الدول الأوروبية والصين وروسيا في الأسابيع المقبلة. إذا استنتجنا في نهاية هذه الفترة القصيرة أنه يمكننا الاستفادة الكاملة من خطة العمل المشتركة بالتعاون مع جميع البلدان فستبقى الصفقة، ولكن إذا لم تتم حماية مصالحنا فسنعلن قرار الجمهورية الإسلامية. وفي الوقت الذي انضمت فيه الأمم المتحدة وروسيا لأصوات أوروبا الرافضة للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، رحبت دول الخليج العربي وإسرائيل بقرار ترامب، ووصفته تل أبيب بالشجاع قبل أن تحشد قواتها في مرتفعات الجولان المحتلة للرد على ما زعمت بأنه نشاط غير عادي للقوات الإيرانية في سوريا
وتوجه ضربة صاروخية لمواقع عسكرية جنوبية دمشق. القرار الأمريكي لم يتوقف على آثاره الجدل السياسي، بل شمل تأثيره الاقتصاد العالمي بعد إعلان ترامب التوقيع على العقوبات الاقتصادية على إيران التي علقت في 2015، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار البترول بنحو 4%، فيما أعلنت كل من شركتي الطيران بوينغ وإيرباص أنهما سيتشاوران مع الحكومة الأمريكية حول الخطوات التالية بعد قرار الانسحاب، وبما يتماشى تماما مع العقوبات والقوانين المنظمة للرقابة على الصادرات. أكدت مصر على أهمية وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة للسلاح النووي طرف بالمعاهدة، ويعزز من فرص إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. أعربت مصر عن قلقها البالغ من أي سياسات تستهدف توسيع رقعة النفوذ في المحيط العربي والتأثير السلبي على الأمن القومي العربي. فيما أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير أن إيران استغلت رفع العقوبات عنها وتوسعت في دعم الإرهاب في العالم، وقال الجوبير إن السعودية تدعم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مشيرا إلى أن الرياض ستستمر في العمل مع شركائها لمعالجة خطر سياسات إيران العدائية. إنها تداعيات سلبية سيخلفها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلادهم من الاتفاق النووي المبرم مع إيران بسبب عودة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. ستعود العقوبات الأمريكية من جديد لتفرض على إيران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ويعد أبرزها تجنيد أي أموال لطهران في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة، كما أنه لن يكون بمقدور إيران من الآن فصاعدا تصدير أو استيراد الأسلحة، وذلك على خلاف ما كان ينص الاتفاق النووي مع الدول الغربية مقابل وقف طهران برنامجها النووي المثير للجدل. وكذلك سيحرم فرض العقوبات على إيران مجددا الاقتصاد المحلي من الانتعاش الذي كان سيتحقق من استيراد قطع غيار الطائرات والسفن لتحديث أسطولها الجوي والبحري، بالإضافة إلى حرمان طهران من صفقات تجارية خارجية ضخمة. وستعود إلى اللوائح الأمريكية السوداء أسماء أفراد وشركات وبنوك كانت متهمة في السابق بانتهاك القوانين الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بعقوبات واشنطن على طهران بخصوص برنامجها النووي والصاروخي. أما قطاع النفط الإيراني فسيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنه أبرز مصدر للدخل في البلاد، وكانت إيران بحاجة إلى دعم من شركات غربية لتطوير هذا القطاع المنهك، ولن يكون بمقدور إيران جذب استثمارات أجنبية للبلاد، وذلك بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها في ظل تشدد القوانين الداخلية مع قضايا الشركات الاستثمارية الوافدة من الخارج، لا سيما الغربية منها. وبينما أوقف الاتفاق النووي الإيراني فكرة شن حرب غربية على طهران، فإن إعادة فرض العقوبات مجددا يضع هذه الفكرة على الطاولة من جديد، لا سيما مع اتساع رقعة تدخل إيران في شؤون دول المنطقة. ومعنا دكتور محمد سيد ناجي، الأستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية الأسبق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية. دكتور، يعني نود أن نتحدث في البداية حول دعنا من الناحية الاقتصادية والعقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران وانسحابها أيضا، لكن نتحدث حول صلب الموضوع وهو القنبلة النووية. هنا إيران بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي في إنتاج الناحية النووية أو الاتجاه إلى النووي، والغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية التي شاركت في بناء المفاعل النووي الذي سمي الذرة من أجل السلام. إلى الآن هل ترى أن إيران فعلا استطاعت أن تنتج القنبلة النووية بكامل هيكلها؟ بص حضرتك، هو القنبلة النووية في طريقتين اتنين لوحدهم. لو عندهم مفاعلات نووية ممكن يدخلوا وقود اللي هو 238 ويطلعوا منه البلوتونيوم، دي طريقة. الطريقة الأخرى إنه ياخد
الخامات الطبيعية بتاعت اليورانيوم اللي موجودة في الطبيعة ويعمل التخصيب. نعم. انا في رأيي ان ايران ماشية بطريقة التخصيب، ان ما عندهاش المفاعلات اللي هي تطلع البلوتونيوم، فهي بتطلع بتعمل تخصيب عشان اليورانيوم 35. وانا في يقيني ان ايران بدأت عملية التخصيب من قول على الاقل 10-15 سنة، وبتطلع او بتخصب وصلت يمكن 90 فوق 90%، فده يبقى مادة قنبلة نووية من خلال اليورانيوم 35 مش البلوتونيوم 39. هو دلوقتي انا يعني في يقيني ان هو في طريقين لايران، انها اشترت من القنابل بتاعت تفكك الاتحاد السوفيتي، اشترت قنابل منهم، او ان هي ماشيه في التخصيب، لان هي اعلنت ان هي ماشيه في التخصيب، وما دام عندها اجهزه تخصيب اليورانيوم ممكن تصل الى فوق 90% اللي هي هيبقى ماده القنبله النوويه. هنا دكتور يعني ايران طبقا لوكاله الزراعيه للطاقه قالت ان ايران اجرت دراسات فيما يسمى تتعلق بتصميم الاسلحه النوويه، حتى فيما يتعلق بوضع المفجر وايضا المواد شديده الانفجار، واكيد طبعا دي التجارب التي اجرتها ايران طبقا للوكاله الدوليه تستطيع ان تحمل صواريخ نوويه. اذا كيف يبدو ذلك وكيف استطاعت يعني في هذه الفتره الزمنيه ان تقوم بهذا الموضوع؟ موضوع الصواريخ حاجه وموضوع القنبله حاجه. نعم. الصواريخ دي وسيله للتوصيل، انما القنبله ملهاش دعوه بالصاروخ خالص، هو الصاروخ هيشيل القنبله لو هي عندهم القنبله. صحيح. واخد بال حضرتك؟ وبعدين مدى الصواريخ قد ايه تروح فين الحته دي قصه اخرى تانية خالص. انما انا يعني في دماغي ان ايران قصبت وهي يعني ضحكت عليهم كلهم، وعندها دلوقتي اجهزه التخصيب اللي هي توصلها لفوق 90% بتاع اليورانيوم 35. يعني مثلا عندما نتحدث حول هذا الموضوع دكتور محمد سيد ناجي، المتحدث باسم منظمة الإيرانية للطاقة الذرية كان قد صرح قبل ذلك أنه بإمكان إيران أن تستأنف تخصيب اليورانيوم في غضون 48 ساعة في حال الضرورة. إذا كيف ترى هذا القول وخاصة أنه صدر من مصدر مسؤول؟ هل ترى أنه يستطيع في فعلا في فترة من الفترات أن يقوموا بهذا التخصيب ومن ثم إنتاج القنابل النووية بسهولة وبسرعة؟ هي مش 48 ساعة ولا 100 ساعة، هي إجراء زي يعني عملية إسرار. دي بتبقى أجهزة طرد مركزي بيدخل الحاجة جوه الجهاز، يوم يفصل يوصل مثلا من 1% الى 5%، ياخدها يحطها في جهاز اخر يفصل من 5% يدي 10، وبالتالي بعد كده ياخد خطوه يدي 20 بالشكل ده. خطوات يعني هي صحيح. خطوات، لان هي اجهزه كتيره بتاخد من ده يدي لده، ياخد من ده يدي لده، يعني واخد بالك؟ زي بالظبط عمليه الدقيق. الدقيق ده مش فيه بيبقى رده وفي دقيق عادي، يعني محتاجه يعني محركات جديده، محتاجه الى مساعدات تقنيه حتى يمكن الوصول الى هذا الغرض. بس هي عندها الاجهزه، انا متخيل ان هي عندها الاجهزه من الثمانينات، اجهزه الطرد المركزي اللي هي بتفصل اليورانيوم او بتعمل عمليه الاسراء دي، هي موجوده عندها. صحيح. وهي بتضحك على العالم كله، هو ما فيهمش حل غير ان الدول تفجر لهم الاماكن اللي فيها الاجهزه دي بس. اذا دعنا اشكرك على هذا التوضيح والتحليل الدكتور محمد السيد ناجي الاستاذ ورئيس قسم الهندسه النوويه الاسبق بكليه الهندسه جامعه الاسكندريه، كنت معي عبر هاتف، شكرا لك دكتور محمد. فاصل قصير بعده نعود لكي نستكمل معكم نشره الاخبار، انتظرونا. اهلا بكم من جديد. عقد وزراء الاعلام بدول الرباعي العربي المقاطعه لقطر الداعيه لمكافحه الارهاب اجتماعا تشاوريا لبحث اخر مستجدات الازمه القطريه على المستوى الاعلامي ولتنسيق جهود تلك الدول لمواجهه الارهاب، في الوقت الذي اقترحت فيه السعوديه تدشين استراتيجيه عالميه العربيه المتكامله لمواجهه الارهاب والتدخلات الايرانيه في الشؤون الداخليه لدول المنطقه.
وقد دعا المجلس التنفيذي لوزراء الإعلام العرب إلى وضع خطة إعلامية لمواجهة التطرف. هذا أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن اهتمام وزراء الإعلام العربي مصب حاليا على أزمة التدخل في الشأن العربي. وفي اجتماع الوزراء والمسؤولين عن الإعلام بالدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أشار مكرم إلى أهمية وضع حد للتدخل في الشأن العربي. الجديد في هذا الاجتماع تصميم الوزراء الأربعة على ان قماشة اجتماعنا لابد ان تتسع. احنا مش هنقعد طول عمرنا نبحث في وضع قطر او في وضع ايران، هذه مشاكل مهمة، ولكن تجاوز هذه المشاكل الى ان احنا نبحث توسيع رقعة تعاوننا في مجالات كثيرة تحتاجها شعوبنا. اعتقد هو ده الامر اللي كان شاغل بالنا في هذا، واعتقد ان احنا توافقنا على ان احنا الموضوع الذي سوف يحظى باجتماعنا في اجتماعات الامارات اللي هتعقد في رمضان انه موضوع التدخل في الشان العربي الداخلي. شفنا دولتين عربيتين بتحتل دولتين غير عربيتين بتحتل ارض عربيه، لابد لهذا الموضوع ان يكون له نهايه. وقد أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن هناك ترحيبا لتوسيع رقعة التعاون ما بين الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في كل المجالات. توسيع رقعة تعاوننا في مجالات عديدة اقتصادية واجتماعية، يعني في رحابة في توسيع نطاق التعاون بين الدول الأربعة ليشمل أنشطة اجتماعية وثقافية جديدة. كل وفد مكلف بأن يقدم ورقة عمل، ورقة العمل سوف تقدم وسوف تناقش في اجتماع الذي سوف يعقد في الإمارات في رمضان إن شاء الله. وقد أضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الاجتماع يناقش بشكل أساسي الفكرة المتطرفة والتنظيمات المتطرفة والتطرف بشكل عام. من أول يوم وهذا الاجتماع بيقول أنه ده اجتماع لمقاومة الأفكار المتطرفة ولمقاومة التطرف والتنظيمات المتطرفة، واحنا فاتحين الأبواب على مصاريعها لأي عضوية، مش اجتماع مغلق، وله اجتماع مغلق على الدول الأربعة، يمكن أن يتسع الاجتماع ليشمل كافة الدول العربية. إلى الملف السوري، حيث بدأت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية هجوما جديدا ضد معاقل تنظيم داعش، خاصة في منطقة دير الزور الغنية بالنفط شرقي سوريا على الحدود مع العراق. كان مسلح سوريا الديمقراطية قد انسحبوا من وسط وادي الفرات في فبراير الماضي على إثر العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في منطقة عفرين السورية. على الأرض، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصاروخين أطلقتهما إسرائيل على ريف العاصمة دمشق. وقالت وكالة الأنباء السورية أنه قد تم تدمير الصاروخين فوق منطقة الكسوة، فيما سمع بالمنطقة دوي انفجارات قوية. إلى اليمن، حيث يستكمل الجيش اليمني والمقاومة الوطنية والاستعدادات لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة وما تبقى من الساحل الغربي للبلاد. وقد كشفت مصادر ميدانية عن استعدادات عسكرية ضخمة تجريها قوات الشرعية لإطلاق العملية العسكرية لتحرير الحديدة عقب تطهير مثلث البرح الاستراتيجي غرب جبهة الساحل الغربي. استأنفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إجلاء المهاجرين من ليبيا، حيث نقلت 132 لاجئاً وطالب لجوء معظمهم إريتريون إلى النيجر لتوطينهم في بلد ثالث. وقد سبق أن أجلت المفوضية نحو 1000 لاجئ وطالب لجوء إلى النيجر، لكن العملية توقفت بسبب تأجيل توطينهم في دول أوروبية. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو إلى بيونغ يانغ قادما من اليابان لإجراء محادثات بشأن إطلاق سراح 3 سجناء أمريكيين والإعداد للقمة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون،
تعد هذه الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية الأمريكي إلى كوريا الشمالية في أقل من 6 أسابيع. إلى تونس، حيث تعقد اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية. كانت الهيئة استكملت أمس بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات تقديم باقي النتائج الجزئية للانتخابات، وذلك في 10 ولايات. انطلقت الانتخابات العامة في ماليزيا التي يتنافس خلالها ائتلاف باريسان ناسيونال الحاكم برئاسة الرئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرازق وتحالف المعارضة باكتان هاربان برئاسة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد. هذا وتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد كافة للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت اللجان منذ إطلاق الانتخابات إقبالا كثيفا، وتمت دعوة نحو 15 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. تشهد الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو الاحتفال بذكرى 73 للانتصار في الحرب العالمية الثانية التي وقعت الفترة ما بين سبتمبر من عام 39 وحتى سبتمبر من عام 45. تضمن الاحتفال استعراضا عسكريا لمختلف أسلحة وأفرع القوات المسلحة الروسية، وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة حية فيها ذكرى القوات الروسية التي تصدت لغزو قوات المحور النازية. ونتابع الآن على الهواء مباشرة كما نرى جانبا من هذا الحدث الذي يسمى بعيد النصر، وفيه يتم استعراض القوات العسكرية الروسية. في هذا الاستعراض سوف يتم أيضا النظر أو إلقاء الضوء حول صاروخ جديد يسمى كالينجر أو الخنجر، وهذا الصاروخ تطلقه روسيا لأول مرة أو تعرضه لأول مرة ضمن منظومتها من الأسلحة المتطورة. وهنا هذا العرض العسكري، وكما نرى الساحة الحمراء في قلب العاصمة موسكو وقد امتدت واكتظت بالآلاف من المواطنين الروس لهذا الاحتفال الذي يأتي أيضا بعد حوالي يومين من تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرئيس لروسيا لمرة أخرى. فاصل قصير بعده نعود لكي نستكمل معكم بالأخبار، انتظرونا. أهلا بكم من جديد. يرأس رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات وتقارير الوزراء المختلفة ولمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم. كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على مشروع قانون بإنشاء جهاز لتنظيم النقل البري الداخلي والجوي على أن يكون مقره مدينة القاهرة، مع السماح بإنشاء فروع أخرى في كل أنحاء جمهورية مصر العربية وفي خارجها أيضا. تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلا رمضان، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور رئيس الوزراء الشريف إسماعيل، وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء الدين فهمي، ورؤساء الشركات التابعة والمنتجين للمشاركين في هذا المعرض، على أن يتم إتاحة ذلك للجمهور اعتبارا من صباح يوم الخميس مع استمراره في باقي المحافظات حتى نهاية الشهر لتوفير السلع بأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق الأخرى.
فيما له صلة، ضخت وزارة الداخلية أطنانا من مستلزمات رمضان بمنافذ أمان التابعة لها استعدادا للشهر الكريم. تحرص وزارة الداخلية على توفير مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة على أن تتميز بجودة عالية مقارنة بالأسعار الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء منظومة أمان للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا في محافظات الجمهورية كافة. تفقد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين اللواء أنور سعيد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع والخدمات الخاصة بشهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى شن حملات تموينية على الأسواق للتأكد من جودة السلع. مستمعا لتعليقات المواطنين وأرائهم في المنتجات والخدمات المقدمة، تفقد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين منافذ البيع والمحلات الكبرى التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك. احنا النهاردة موجودين في احدى المجمعات للتأكد من توفر السلع، جميع السلع، سواء اذا كانت لحوم سوداني، سواء اذا كانت فراخ، سواء اذا كانت السلع الخاصة بصرف البطاقات التموينية، تأكد متوفرها وتأكد ان جودة المنتج، بالاضافة ان السلع موجودة لكل المواطنين. حملة تفتيشية موسعة على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع المنتجات الغذائية في عدد من أحياء القاهرة والجيزة قامت بها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية. تأتي هذه الحملة في إطار متابعة وزارة التموين لأسعار السوق وتوفر المنتجات وجودتها، والتي تستمر الأيام المقبلة التي تسبق شهر رمضان المبارك. مينا مكرم، أون لايف. والآن ننتقل مباشرة مع جانب من منتدى الاتحاد الأفريقي العاشر للقطاع الخاص تحت الشعار صنع في أفريقيا، وهذا الشعار مهم جدا، وهو كيف أنك تسوق للمنتجات الأفريقية الأفريقية بعيدا عن المنتجات التي تأتي من الخارج، أهمية المشاركة فيما بين الدول الأفريقية ككل في هذا الموضوع. في مهندس وفني، هذه الشركة تقوم بتصدير ما يقرب إلى 108 دولة حول العالم. مجموعة سيراميكا كليوباترا لديها أيضا تنوعا وتشكيل كبير، وتقدم العديد من التشكيلات والتصميمات وتصنيع العديد وإنتاج أيضا المشروعات والمجموعات الكاملة. مجموعة سيراميكا كليوباترا تقوم بتصدير إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. هذه الشركة لديها سمعة رائعة حول جودة منتجها وحول استمرارها، وتساعد على موضوع النمو القومي و داخل الاقتصادي داخل الدولة، وتلقى أيضا قبولا لدى المستهلكين. تم تأسيس المجموعة في عام 1983، وقد بدأ بصناعة السيراميك بخلال إنشاء مصنع واحد، وفي فترة قصيرة من الوقت اتسع نظام عمله، وأصبح يغطي أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلي، ثم قام بتوسعة مجال أعماله في الأسواق الدولية حول العالم. أنا أعلن أنه صنع في إفريقيا مجموعة سيراميكا كليوباترا، وهو ما يعكس حقيقة وجودة ومنح هذه الجائزة نظرا لكفاءة المنتج. سعيا لتعزيز أنشطة الترفيه وتطوير الصحة والرياضة والتعليم في المملكة، تلقت السعودية برنامج جودة الحياة، وذلك في حفل شهد حضورا للكثير من الشخصيات البارزة. المزيد في هذا التقرير.
في حفل كبير وبحضور العديد من الشخصيات البارزة، أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجا تحت اسم جودة الحياة، وهو مبادرة لتعزيز أنشطة الترفيه وتطوير الصحة والرياضة والتعليم ضمن حملة تحديث يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان. وتعتزم السعودية إنفاق 50 مليار ريال على المبادرة بحلول عام 2020، حيث ستؤدي إلى خلق 3000 فرصة عمل بحلول نفس العام، وسيكون معظمها تحت سلطة الهيئة العامة للرياضة، حسب ما صرح رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب. المبادرة هذه تكلفتها الإجمالية 50 مليار ريال الإنفاق، راح يكون الإنفاق الحكومي بحدود 60% و40% من القطاع الخاص. ويأتي هذا البرنامج استكمالا للتغيرات التي شهدتها المملكة في الأشهر الأخيرة، حيث أقامت حفلات موسيقية وافتتحت دورا للعرض السينمائي، وقد قوبلت هذه الخطوات بحفاوة كبيرة من الشعب السعودي، حيث اعتبروها دليلا على التقدم الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان. كما أشادت لاعبة المبارزة الأولمبية السعودية لبنى العمير بهذه المبادرة، حيث ستساعدها وتدعم فكرة ممارسة المبارزة في السعودية. وجاء وقت العودة للوطن، ومن أهم الأشياء اللي كنت خايفة أني أفقدها الرياضة اللي تعلقت فيها وأصبحت جزء مني، واللي كبرت وأنا أشوفها في الأولمبيات من بيتنا بالتلفاز. كان فيه الهاجس والقلق، هل سأستطيع ممارسة الرياضة في بلدي؟ وتشمل المبادرة أيضا حديقة مائية وثلاثة ملاهٍ ومتاحف ومزيدا من دور السينما، وتعتبر إحدى خطوات التحول الوطني لتحديث الاقتصاد وتطوير المجتمع بحلول عام 2020. في محاولة لتقليل استخدام الزجاجات البلاستيكية الضارة للبيئة، قامت واحدة من الشركات بالمملكة المتحدة بتصنيع زجاجات من ورق معاد تدويره مرة أخرى. المزيد في هذا التقرير. قامت إحدى الشركات الناشئة في إنجلترا بتصميم نوع خاص من الزجاجات المائية المصنوعة من الورق المعاد تدويره والممزوج مع المواد النباتية. وتحتوي الزجاجة على بطانة خاصة مقاومة للماء تغطي غلافها الداخلي منعا لتسرب الماء منها، وعندما يتم ترك الزجاجة في مدافن النفايات أو رميها في المحيط يتحلل الورق من الخارج دون التأثير على البيئة بشكل سلبي. وتتميز هذه الزجاجة بأناقة شكلها وقدرتها على حفظ الماء لعدة أشهر، كما تعود أرباح الشركة إلى المؤسسات الخيرية في إفريقيا. وتأمل الشركة المصنعة أن يكون إنتاج هذه الزجاجات المائية بداية النهاية لتصنيع الزجاجات البلاستيكية، وتعميم الفكرة على جميع العبوات المصنعة من البلاستيك. ويذكر أن 8 ملايين طن من البلاستيك تجد طريقها للمحيط كل عام، مما يؤثر على الحياة البحرية والبيئية. والآن نتجمعكم مع وقفة في تفاصيل الاقتصاد مع زميلتي نهى توفيق. أهلا بك نهى، وإليك الاقتصاد. أهلا بك حساني. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في أخبار الاقتصاد. وتتواصل لليوم الثاني أعمال اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام في دورتها 44 بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وممثلين عن منظمتي السياحة العالمية والعربية وممثلي السياحة في عدد من الدول. كما تستضيف الوزارة على هامش الاجتماع المؤتمر الإقليمي للمنظمة حول تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط. وخلال المؤتمر قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إن الوزارة ستركز في الفترة المقبلة على تنمية العنصر البشري في الوزارة والقطاع السياحي. من ناحية وزارة السياحة هنركز في الفترة المقبلة على تنمية العنصر البشري في الوزارة، في القطاع، في التعاون مع مؤسسات تعليمية مهمة جدا سواء كانت الجامعات أو المدارس. فإن شاء الله دي هتبقى الخطة في المرحلة القادمة. كان في لأنها لجنة الشرق الأوسط
بنتعرف على او انا بتعرف على زملائي من الوطن العربي، وان شاء الله السياحة البينية ما بين الدول العربية ايضا يكون فيها زيادات في الفترة المقبلة. قال وليد الحناوي الأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة إن أهم الإحصائيات التي حققتها السياحة العربية بنهاية 2017 هي ارتفاعات بنسبة 6%. أهم الإحصائيات اللي حققتها السياحة العربية بنهاية عام 2017 ارتفاع أعداد السائحين إلى المنطقة العربية بشكل إيجابي يتراوح بحدود 6%. وصل عدد السائحين لأكثر من 60 مليون سائح. بتطمح المنظمة أن هي الأرقام هذه تتزايد، وعندها رؤية أن هي تحقق رقم يتضاعف 3 مرات عن هذا الرقم بنهاية عام 2030 يصل ل 195 مليون سائح. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة نسبة استثمار الأموال الحرة بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40 بدلا من 30%. وقال نائب رئيس الهيئة خالد النشار إن قرار رفع النسبة سيساعد على توفير سيولة أكثر في السوق بجانب تعظيم استثمارات الشركات. بلغت استثمارات شركات التأمين 85.5 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 بزيادة 41% عن 2015-2016. أعلنت هيئة السكك الحديدية عن بدء خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات بماكينات تي في ام بشكل آلي وبنظام بطاقات الائتمان في الأماكن العامة والنوادي. وبدأ تشغيل أول ماكينة تي في ام لحجز تذاكر القطارات بالنوادي والأماكن العامة في إطار خطة هيئة السكك الحديدية لمواكبة التطور التكنولوجي في تقديم خدمات حجز التذاكر عن طريق ماكينات الحجز الذاتي من خلال بطاقات الائتمان وكارت الهيئة المدفوع مقدما، والذي يتم إصداره من جميع مكاتب الاشتراكات على مستوى الجمهورية. أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين عن الاتفاق مع هيئة التنمية الإيطالية ومكتب التمويل والتعاون الإيطالي على إنشاء 15 صومعة لتخزين الأقماح والحبوب في عدد من المحافظات ب 250 مليون جنيه. وقال رئيس الجهاز إبراهيم عشماوي إن الجانب الإيطالي تعهد بإنشاء الصوامع بطريقة رأسية لتخزين الأقماح بعدد من المحافظات وبسعات تخزينية كبيرة لكل صومعة. شكرا لحضراتكم، هذه عودة إلى زميلي حساني، تفضل. شكرا لأخبار اقتصاد نهى توفيق الشوري، شكرا جزيلا. الآن مباشرة نتجه معكم إلى مقر الجامعة العربية، ننقل لحضراتكم جانبا من الدورة العادية رقم 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب، الاجتماع 62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أيضا إلى هناك. على ضرورة تعزيز دوره بكل روافده ليرقى إلى مستوى عال من التنسيق والشراكة للدفاع عن القضايا الأمة وعن مصالحها المشتركة ومواجهة التحديات المفروضة بمختلف أبعادها، لا سيما في ظل المرحلة الصعبة البالغة التعقيد التي يمر بها عالمنا العربي. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وضع استراتيجيات والخطط الإعلامية المشتركة ومتابعة تنفيذها ووضع قواعد العمل العربي المشترك ودعم مؤسساته وأنشطته انسجاما مع المبادئ والأهداف السامية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمجلس الموقع. إن مواقف بلاد الجزائر الثابتة والمبدئية إزاء هذه الظروف التي يمر بها منطقتنا العربية مبنية على الأسس والمبادئ السامية التي تحكم العلاقات الدولية، من لا سيما احترام السيادات الوطنية لكل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفضيل الحوارات الهادفة والتوافق لإزالة مظاهر التوتر وتجاوز الخلافات والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية والسياسية عبر الحوارات الشاملة والمصالحة الوطنية بين أشقاء أبناء الوطن الواحد. أصحاب المعالي والسعادة، إن حرية الصحافة أصبحت واقع في الجزائر ومكرسة يوميا،
ويحق للجزائر تحت قيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن تفتخر بما حققته من مكاسب وإنجازات في مجال حرية الصحافة والإعلام، وهي في طليعة الدول التي تحترم هذه المهنة النبيلة ولا تدخر أي جهد من أجل ترقيتها. بالفعل يحق للجزائر أن تفتخر بتكريسها في الدستور حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، وحتى على الشبكات الإعلامية بدون قيد أو أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة، دستور يضمن نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية، مع طبعا احترام ثوابت الأمة وقيمها وحقوق الأشخاص. ويحق لبلادي أن تعتز كذلك بتخليص تشريعها من كل عقوبة سالبة للحرية على الجنح التي قد يرتكبها الصحفي في أداء مهامه الإعلامية. بالتأكيد هذا ما ورد في رسالة السامية لفخامة رئيس الجمهورية الموجهة إلى أسرة الإعلام الجزائرية مؤخرا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة. أصحاب المعالي والسعادة، إن جدول أعمال مجلسنا هذا زاخر بالمواضيع ذات الأولوية والأهمية، وبالطبع طبيعة الحال تحتل القضية الفلسطينية صدارة بنوده، تعبيرا عن وقوفنا الجماعي الثابت ودعمنا الكامل لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق في نضال حتى يتمكن من انتزاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وانسجاما مع تصبو إليه دولنا إلى إرساء قواعد عمل عربي إعلامي مشترك مطروح كذلك على أنظار مجلسنا الموقر، ميثاق الشرف العربي والاستراتيجية الإعلامية العربية والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030. أتمنى لأشغالنا كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن من داخل مقر الجامعة العربية، حيث الجلسة التي تعقد الآن لمجلس وزراء الإعلام العربي، والحديث حول التحديات التي تواجه العالم العربي والإعلام العربي أيضا في هذه اللحظات، ما يتطلب سرعة وإنجازا لقوانين تأتي في الدساتير العربية لملاحقة هذه التطورات. الآن وقفة مع أخبار الرياضة مع كريستين رياض تنتظر الآن. أهلا بك كريستين، إليك تفاصيل الرياضة. أهلا حسيني، شكرا لك. جولة رياضية سريعة من أونلايف. تأهل فريق سموحة الإسكندري لنهائي كأس مصر، وذلك للمرة الثانية في تاريخه والثانية أيضا أمام الزمالك. جاء ذلك بعد فوزه على الأسيوطي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بهدف واحد لمثله. أحرز أحمد تمساح هدف الأسيوطي، ثم تعادل شيولينغ لسموحة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليلجأ الفريقان لضربات الجزاء. تقام مباراة النهائي بين سموحة والزمالك الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية. يعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة هكتور كوبر الأحد القادم قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لخوض المباريات الودية الثلاث استعدادا للمونديال أمام الكويت وكولومبيا وبلجيكا. ومن المقرر أن تضم القائمة 30 لاعبا لخوض الوديات، حيث يستقر الجهاز المنتخب بعدها على القائمة النهائية للمونديال. يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال روسيا لأول مرة بعد غياب 28 عاما. يسافر منتخب الشباب لكرة القدم بقيادة حمادة صدقي إلى داكار اليوم لأداء مباراة الذهاب أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب، والتي من المقرر إقامتها العام المقبل في النيجر. تقام مباراة السنغال السبت المقبل على ملعب ستاد ليوبولد سيدار، ويديرها طاقم تحكيمي من بوركينا فاسو. تضم البعثة 23 لاعبا اختارهم الجهاز الفني على ضوء المباراتين الوديتين اللتين أداهما الفريق أمام نظيره الليبي الأسبوع الماضي. يرأس البعثة دكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، بعد اعتذار محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد عن السفر بسبب ظرف صحي مفاجئ.
منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري نيجيري جونيور أجاي إجازة بعد تأكد غيابه عن مواجهة كامبالا سيتي الأوغندي المقرر إقامتها 15 مايو في ثاني جولات دور المجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا. تعرض أجاي لتمزق في العضلة الضامة سيغيب على إثرها عن الملاعب قرابة الشهر، ومن المقرر أن يطير لمسقط رأسه نيجيريا لقضاء إجازته هناك يتخللها أداؤه لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة. يحصل النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة على توقيع أحمد علاء مدافع فريق الداخلية ليكون أول صفقات الانتقالات الصيفية في القلعة الحمراء للموسم الجديد. أجرى عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أكثر من اتصال هاتفي باللاعب، كشف خلاله أن الأحمر قدم عرضا رسميا لضمه في الموسم الجديد ويتبقى فقط الحصول على موافقة إدارة النادي الشرطي. يتمسك الداخلية بالحصول على 10 ملايين جنيه للتفريط في جهود أحمد علاء، فيما أرسل الأحمر عرضا لا يتجاوز 5 ملايين جنيه. يعود أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني إلى القاهرة قادما من ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة لاستكمال برنامجه العلاجي الذي بدأه في ألمانيا منذ الاثنين الماضي بعد مغادرته المستشفى على خلفية العملية التي أجراها من أجل علاج الرباط الداخلي للركبة. أكد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك في وقت سابق أن فترة غياب أحمد الشناوي عن الملاعب بشكل مبدئي تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، ومن المنتظر أن يخضع أحمد الشناوي لجلسات علاج في القاهرة تحت إشراف طبيب الزمالك في إطار برنامجه العلاجي المحدد من جانب الطبيب المعالج. استقر محمد إبراهيم لاعب الزمالك على الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. يقضي إبراهيم عقوبة من قبل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بالاستبعاد من التدريبات الجماعية والتدريب منفردا على خلفية صدامه مع أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق. أبلغ إبراهيم زملائه بالفريق بأنه كان ينتظر رحيل مرتضى منصور عن رئاسة النادي بسبب الأزمات المالية، ولكن بعد تأكد استمراره كثف خلال الفترة الأخيرة جلساته مع الأندية التي ترغب في ضمه بعدما اتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن القلعة البيضاء حتى لو تم رفع الإيقاف عنه. انتهت جولة الرياضة، والآن نعود إلى حسان لاستكمال هذه النشرة. تفضل. شكرا لسي رياضة هذه التفاصيل في أخبار رياضة. خلال تتهي معكم هذه الجولة الإخبارية إليكم أهم العناوين. غدا انسحاب ترامب من الاتفاق النووي قلق أممي ودولي واسع، ومصر تدعو إيران للوفاء بتعهداتها مع وكالة الطاقة الذرية. وزراء أعلام الرباعي العربي يدعون لخطة إعلامية لمواجهة التطرف ووضع حد للتدخل في الشأن العربي. وانطلاق عملية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية ضد عناصر داعش في دير الزور. نلقاكم على الساعة، والآن ننتقل إلى مقر الجامعة العربية. ننقل حضراتكم الآن جانبا من الدورة العادية 49 لمجلس وزراء الإعلام العربي إلى هناك.